واجي لك يا سيف، يمكن بطوله انجلترا مش سهله، مش صعبه سهله خالص. صعبه يعني بجد، الله يكون في عونكم. رحتها ازاي؟ كلمني على البطولات اللي قبل كده، هم نفس الخمس بطولات عملت بتلعبهم في فيهم ايه؟ الاول. اول بطوله كانت بطوله طنطا، اخدت فيها اول الحمد لله، ما وبعد شاء الله. كده تاني بطوله كانت منطقه الجيزه، يمكن دي اللي خلتني اتاخر شويه، خرجت فيها من دور الثمانيه، دي ايه ده؟ اللي خلتني كانت اتاخر مفاجأة. شويه. وبعد كده جت البطوله الثالثه، كانت منطقه الدلتا اللي هي كانت في طنطا برضو، وخدت فيها اول برضو الحمد لله، وبعد كده كانت منطقه اسكندريه اخدت فيها ثالث، وبعد كده كانت هليوبلس اخدت فيها اول. ما شاء الله. طب لعبت بطولة الأهلي؟ ما بتقول تعالى دي كانت متاخره، انا لعبتها. لعبتها بس كانت بره دي كانت بره ما دخلتش الحسابات. معايا، ما اتحسبتش، انما دول اللي اتحسبت فيهم. ومع ذلك برغم ان انت لم توفق في بطولة طلعت من دور الثمانية. كنت برضه في التوب 5 اللي هم بيسافروا بريتش اوبن، انا كنت رقم 3 لما ما طلعت شاء من الله. مصر، انا كنت رقم يعني 3. حتى وانت بكل ده ما شاء الله، انت التقل كله على المناطق. ما هم انا مشكلتي كانت دايما في المناطق، كان دايما منطقتين هم اللي خرجت منهم بدري، واحده خرجت في دور الثمانيه والتانيه خدت فيها تالت. طب ليه يا سيف؟ هل مثلا كان في توتر عشان انت عارف انها هي تقيله؟ بطوله المناطق خصوصا منطقه الجيزه تاني واحده، هي قبلها كانت بطوله طنطا، كانت اول مره اخد اول في حياتي، في حياتي في كلها حياتك من ساعه ما بدات سكواش، كانت تقريبا اول مره اخد بطوله في بطوله رسميه يعني، وخلي بالك انت واخدها في منطقه كانت يعني اول مره صعبه. بجد اخد اول في حياتي كلها. فبعديها بقى كان برضو منطقه ومنطقه بنقط كتير، فكان في ضغط بقى، اللي هو انا مضغوط بقى، لا انا عايز اعمل حاجه كويسه، لا انا عايز انط. فالماتش بالذات بتاع دور الثمانيه، ماتش دور الثمانيه برضو ما كانش سهل، ما كانش سهل، فالماتش كان صعب برضو بصراحه، خلص 3-2. فلا ماتش كان بس ضغط ده مش رهيب يعني. توتر قوي يعني، هو عدم توفيق يعني. لا انت توصل 3-2 يبقى انت مش متوتر، عارف امتى يعني اقول لك توتر؟ لو 3-0 يعني تبقى لعيب كبير. طب قول لي 13 عملت ايه؟ يعني انت برضو لما تحت كنت 13، احنا يعني تحت كنت 13 في كانت سنك فترة كورونا وما بتلعبش غير بطولة واحدة اللي هي كانت بطولة الجمهورية دي بس، يس، واخدت فيها تاني ما الحمد حصلش لله برضو اختبار يعني. جامد غير بطولة لا هي الجمهورية، بطولة الجمهورية بس. كان تمرين بس. يعني كنا بنتمرن طول السنة بس. طب قول لي انت من ابن النادي برضو، يعني من كان زمان قوي من يعني. زمان قوي بدأت. طب نفس السؤال اللي فاروق، بدأت سكواش ازاي؟ انا كان اخويا الكبير كان بيلعب سكواش، اخويا الكبير كان بيلعب سكواش، بس مش كان هو بدأ متأخر يعني، هو كان بادئ، هو اللي كان بادئ كبير، هو اكبر مني تقريبا في سنتين، فهو تقريبا كان بدأ وهو عنده 9 سنين، كان تسع هو سنين ده بدأ كبير كبير. في السكواش. فانا بقى بدأت 7، كنت انا يعني اللي هو سن كويس، فانا لما بدأت بقى انا بدأت في اللعبة شوية، بس هو كان كبير فهو ساب اللعبة بدري 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 يعني، خرج بدري بدري. انا الحمد لله ربنا كرمني وكملت في اللعبة، وحسيت ان انا حابب اللعبة وحاسس حابب ان انا اللعب، عايز العب. انا حاسس حتى بكلامك ما شاء الله انت حابب اللعب. ايوه انا حاسس ان انا عايز العب سكواش عايز فعلا. تلعب سكواش وبتحب يعني. طب وانت رايح التمرين حاسس ان ايوه حدث لا مهمك لا انا ببقى مبسوط وانا رايح اتمرن يعني، انا بالنسبه لي عندي استعداد ان انا ما اذاكرش بس راح اتمرن عادي. انت عارف انت عندك ميزه يا سيف ما شاء الله، عندك شغف. عارف يعني ايه شغف حبيبي؟ لا يعني عندك هي كلمه صعبه شويه مش عارف اجيبها لك ازاي، بس عندك قبول، عايز تلعب، عندك مش جعان. اي احنا بنلعب جعان سكواش، حابب السكواش. طيب نتكلم عن انجلترا. سافرت ركبت الطياره يا باشا، دي اول بطوله ليك بره مصر. لا لعبت انجلترا وانا تحت 11، برافو عليك، سافرت لعبتها وانا تحت تحت 11 11 يعني بس انجلترا كنت كمان مسافر. تحت 11، انا قعدت 13. لا في كان في اتعملت تحت 11 وانا كنت ساعتها مسافر رقم 5، طب عملت ايه؟ خرجت في دور الثمانية وخدت لعبت بليت وخدت 5، دي كان بالنسبة لي ساعتها انجاز، انجاز يعني. انجاز طبعا. فكنت اصل انا كنت ساعتها تحت 11 يعني، ما كنتش احسن حاجة برضه. دي كانت 2019 18 18 صح. طيب اول بطوله ليك كانت انجلترا. طب لما تاني مره والحمد لله عملت الانجاز ده ورايح بقى بطوله بريطانيا المفتوحه، ومن المره دي متاهل ثالث بقى مش خامس يعني، الرانك بتاعك زاد على بالظبط جيلك، بالظبط. وانت راكب الطياره قلت انا هجيب ميداليه ولا هعمل لا ايه يعني؟ انا كنت حاطط امل لنفسي ان انا ان شاء الله انا رايح اخد البطوله. برافو عليك، انا كنت رايح، انا حتى من قبلها انا كنت بتمرن وعامل حسابي ان انا ان شاء الله رايح اخد البطوله. برافو عليك. هو ربنا ما وفقش وما كرمش لحد ان انا والحمد لا لله ده وصلت كرم جدا، فاينل، لا بس كرم، الحمد لله الحمد لله رضا من عند ربنا، برافو عليك. رضا انا عجبني الحمد ده لله الكلام. لا ليه؟ ده رضا انت عايز اقول لك كونك توصل فاينل، وكان الطرف الثاني معاك كان مروان. مروان. يعني انتوا الاثنين الباب مروان اللي ما كان شاء الله برضه. يعني انتوا الاثنين. خلص الماتش كام انت هو ومروان؟ مروان كان 3-0 يعني، هو 3-0. مروان كسب 3-0. طيب مشوارك وانت رايح للفاينل في بطوله انجلترا بقى، يا ده كان احكي لي. مش جيني مشوار ايه مش يعني. جيني يا باشا. انا اصلا رانكي على بطوله انجلترا كان من 9 ل 16 يعني، كاني زي ما بلعب في مصر هنا مثلا رقم 13. الدروب يبقى وحش. الدرو كان يعني حاجه صعبه. مش احسن حاجه خالص يعني، فانا بدات العب ماتشات صعبه من بدري قوي يعني، تقريبا من ال 32 انا كنت بلعب ماتشات شبه تقيله. طيب مروان كان ترتيبه على البطوله كام؟ رقم 2 فالدروب بتاعه كان اسهل كان منك. احسن شويه حلو، يعني. بس كويس انتوا ما قابلتوش بعض. انا من اول دور الثمانيه لعبت اللي هو خد اول امريكا عندهم تحت 15، وطلعته؟ طلعته الحمد لله كسبت طبعا اكيد 3-0. طلعته. بس ايه هو السؤال ده؟ انت بصراحه اكيد طلعه، ما هو وصل فاينل. بس هو طلعته بصراحه كام؟ 3-0 بس هو بصراحه كان كويس قوي. وجي بعديها جنسيته بقى يا امريكاني؟ امريكاني. بعديها بقى كان اللي هو الماليزي ده بقى الماتش الشهير بقى اللي هو بتاع البطوله كلها بقى، يا سيدي اللي هو الشهير كان ماشي. رقم واحد بقى على البطوله ده، اللي هو كان قبل مروان في السيدنج يعني كمان. ده يعتبر نهائي كمان، فده اللي هم اللي الناس انا لعبته، توقعوا له انه يبقى هو مروان.
بقى كان ماتش حاجه تقريبا 75 دقيقه 3-1 1917 و119 وكان ماتش كان ماتش يعني الدنيا كانت ماشيه بالحب يعني كده. والله لا حب ايه حب ايه لا ما شاء الله عليك. طب خليني اوريكم يا ساده المشاهدين يعني ال 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 الكؤوس بتاعت الاسكواش حاجه شياكه وقلاقه كده حاجه. بصوا يا جماعه دي بطوله يو اس يو اس اي لا دي البريتش دي بتاعت سيف. فلو بصوا الشياكه على فكره دي بتاعت المركز الثاني. المركز الاول زيها بس اكبر سنه. بصوا الشياكه بصوا الجمال يعني حاجه مكتوب كده بريتش جونيور اوبن سكواش بريتش جونيور اوبن 2023 بويز اندر 15 رانر اب. حاجه شكلها شيك قوي والعلبه حاجه يعني تحس كده ان انت يعني راجع بحاجه حاجه يعني ما شاء الله. لا حلوه يعني تستاهل المجهود. وخلينا اوريكم الكاس برضو بتاعت بطوله امريكا بس خلينا بس ايه دي مش فقط السحر ولا حاجه دي ميداليه اليو اس اوبن. بصوا يا جماعه الشياكه حاجه يعني عامله زي بتاعت مستر اولمبيا بتاع بيج رامي تقيله مكتوب بويز اندر 13 13 تشامبيون ديسمبر 17 تو 2022 فيلادلفيا بي اتش بي اي حاجه جامده جدا. وبصوا الكاس انا عايز اقول لكم ان الكاس تقيل ما شاء الله بتاع فاروق يعني الكاس وعليه هنا اللوجو بتاع انا عايز بس اظبطه اللوجو بتاع الاتحاد الامريكي لكره السكواش والكاس نفسه مدي على انجليزي شويه كده تحس ان الكاس مدي على الكاس الانجليزي مش يعني صح يعني انا ما اعرفش انتوا يعني انا لما شفته قلت ده بتاع انجلترا بس ما طلعش بتاع انجلترا بس فاروق بيقول لي في امريكا بيدوا كاسات حلوه انا هروح وماليش دعوه انا عايز كاس زياده فيعني كاسات نضيفه يعني حاجه يعني. بجد جميله جدا. طب فاروق اجيلك مين بيمرنك في النادي الاهلي؟ كابتن محمود عبد القادر ووائل عبد الجيد كابتن كريم طارق. ما شاء الله محمود عبد القادر ما شاء الله انت كمان كابتن محمود بس كابتن محمود مين بيمرنك؟ انا كله انا بتمرن مع كابتن محمد فريد كابتن محمد سمير كابتن وائل عبد المجيد وكابتن احمد عبد الفتاح. احلى 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 كلهم نجوم ما شاء الله.